وبالنسبة لنادي القادسية الذي يبحث عن أن يواصل مسيرته على مستوى الانفراد بالأرقام القياسية، أبو الأرقام نادي القادسية لا يسمح لأحد بالاقتراب منه، لا يسمح أبدا لأن يهتز عرشه زعيما متربعا على عرش كل البطولات. وفي الجانب المقابل العميد الكويتاوي الذي يسعى لأن يواصل سلسلة الانتصارات المسجلة بأحرف من ذهب خلال السنوات الماضية، وبالتالي تمني النفس وتنتظر هذه اللحظة من أجل أن تشاهد فريقها كرة لمصلحة القادسية في منطقة الجزاء، حسين في المكان المناسب يسجل حضوره من خلال مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، لكن هذه المرة في مواجهة الكويت مدربا لنادي القادسية. جمعة الممتع كرة بداخل منطقة الجزاء، طالت الكرة والمحاولة الماضية صابر خليفة، كرة بمحاولة في الجهة اليمنى، عرضية داخل المنطقة خطيرة جدا، حاكم منطقة الجزاء سعود الشمالي هو من أشار إلى الركلة الركنية في المحاولة الماضية، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا. بدر الذي سجل في مرمى الكويت 22 هدف خلال السنوات الماضية، الهداف التاريخي في لقاءات الفريقين، كرة بمحاولة في الجهة اليسرى الآن، الكرة بعد ذلك ملعوبة أمامية فيصل زايد، لم يظهر الكويت بالشكل المطلوب، أقول الكويت على وجه التحديد لأن القادسية يقدم أداء جيد، كرة في منطقة الجزاء خطيرة، الرشيدي في المكان المناسب، استفز كبرياء العميد، إذا نبغي للنهاية، محاولة من هذا الجانب، تهديد من الجانب الآخر، فرصة لمصلحة القادسية، خطرة لمصلحة الكويت، هدف هنا، هدف آخر هنالك، وبالتالي الأمور تستمر من خلال أحداث هذه المواجهة، هي دائما مباريات الكلاسيكو بنفس الطريقة، لأن القرار ممكن أن يكون أكثر من مجرد بطاقة صفراء، هذا التدخل في لقطة الماضي على عبد الله ماوي، وهنا الحديث ما بين عبد الله ماوي وما بين اللاعب يبدو مشاري غنام، هذه مالك حق يا مشاري. الجهة اليسرى محاولة تقدم الآن لمصلحة الكويت، عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة، جمعة سعيد يعقوب إلى متى سيكون هذا التعادل السلبي؟ محاولة تصل إلى إيبا بوي بكر، عودة بالكرة الماضية خطيرة خطيرة خطيرة، جول عميد الاستحالة، عميد المنصات، عميد التتويجات، يبحث ويصل، يسجل أول الأهداف وبأقدام فيصل زايد، الكويتاوي زايد على اللقب زايد، هدف أول يأتي في الوقت بدل الضايع، إلى متى يأتي الرد؟ وتنتهي عشرتنا المو حلوة، لا اللقطة الماضية حلوة من فيصل، صانع الفارق يتقدم الكويت مع نهاية شوط المباراة الأول بهدف مقابل لا شيء. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، استراحة نعود بعدها بحول الله. حرة ثابتة بعد 7 دقائق منذ بداية أحداث الشوط المباراة الثاني، بدر يلعب الكرة خطيرة، حلوة الكرة الماضية من بدر المطوع، وردة فعل مميزة أيضا تأتي عن طريق حارس المرمى حميد القلاب اللي يبعد الكرة إلى خارجي أو تبعد بعد ذلك تصل، حلوة من بدر، لكن أيضا المتابعة تأتي بعد ذلك عن طريق اللاعب المتقدم وأي خارج أرضية الملعب، والمحاولة تصل إلى ركلة مرمى بالنسبة في منتصف ملعب المباراة، صالح الألقاب، شيخ الألقاب الأول في كرة القدم الكويتية، صالح الشيخ
الكرة بمحاولة ملعوبة في منطقة الجزاء، خطيرة خطيرة، لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة. صالح ويبحث عن التعادل، يبحث عن التعادل. هذا حكم المباراة، حديث مع من؟ ربما يتجه لمشاهدة الفيديو على أساس أن هنالك شك بوجود ركلة جزاء، على أساس وجود شك بركلة. عطنا طيب، عطنا 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 المحاولة. برافو برافو لمخرج المباراة في اللقطة الماضية، هذه الكرة والمحاولة من يبدو اللاعب اللي هو صالح الشيخ. وين 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 هذه 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 صعب صعب جدا أن مثل هذه الكرات تحتسب ركلة جزاء من وجهة نظر شخصية. حكم المباراة سلطان المرزوقي يؤكد صحة قراره من خلال عدم وجود ركلة جزاء في المحاولة الماضية للاعب صالح الشيخ. نعم، وإن كانت الكرة لمست يده، وإن كانت الكرة لمست يده، لكن نعم نعم لا وجود لركلة جزاء. لعودة كرة الكويت إلى الطريق الصحيح إن شاء الله. الوعد كأس العالم 22، كرة محاولة رأسية خطير خطير، الكرة الرأسية الماضية، ارتقاء من يوسف وحميد في المكان المناسب، جواف في اللقطة الماضية يتصدى من جديد، يبعد الخطر، كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه هذه الكرة العرضية، مرتدة سريعة مرتدة سريعة، 4-2 4-3، جمعة سعيد جمعة سعيد جمعة سعيد جمعة سعيد. أوه. هذه المرة الرشيدي خالد الرشيدي يرد على تألق حميد الجواف، يجد في الجهة اليسرى فيصل زايد، يغير رايه، يعود من جديد لمصلحة فيصل، فيصل عرضية على مشار في المنطقة جمعة. خالد رشيدي يتصدى لكرة جمعة سعيد، لكن الله الله على عقلية في غاية الروعة من طلال، لعبها إلى فيصل ومن فيصل لمصلحة نادي الكويت. الآن محاولة ملعوبة في منطقة الجزاء رأسية، لكن أيضا كرة يبدو اللاعب فهد الهاجري. شكرا أبونا صباح، من القلب وإلى القلب نحملها نحن أبناء الخليج لهذا الرجل، ونسأل الله العلي القدير أن يطيل في عمره وأن يرزقه الصحة والعافية. عصام يلعب كرة في الجهة اليمنى، تمريرات متبادلة ما بين لاعبي نادي الكويت، بغية الوصول مرة أخرى إلى مرمى خالد الرشيدي، محاولة التقدم من الجهة اليمنى، عرضية داخل المنطقة جمعة سعيد. الرشيدي يتصدى لراسية جمعة. حكم الخليجي كله في نفس المستوى بالنسبة لكل الدول. كرة محاولة في منطقة الجزاء، راسية إلى خارج أرضية الملعب، لكن أنا أيضا متأكد أن الحكم الكويتي قادرا على أن يحكم أو أن يقدم أداء مميز. كرة بمحاولة خطيرة ملعوبة من ركلة ركنية، مع النادي العربي 3 دقائق، هي أقل من ذلك، هي أقل من ذلك. كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة، يا الرشيدي يتصدى خالد من جديد، ربما للمحاولة الأخيرة أمامية لمصلحة القادسية في منطقة الجزاء، يتركها حميد الجلاف إلى خارج أرضية ملعب ركلة مرمى، معها صافرة النهاية من حكم المباراة سلطان المرزوقي، سلطان المرزوقي الذي يعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بانتصار للعميد الكويتاوي، عميد الاستحالة بطلا لمسابقة كأس سمو ولي العهد للمرة السابعة في تاريخه، بعد أولى كانت في النسخة الأولى بهدف طلال زيدان على حساب كاظمة في عام 1994، يأتي اللقب السابع الآن بهدف فيصل زايد على حساب نادي القادسية ليتوج الكويت بسابع ألقابه على مستوى منافسات كأس ولي العهد، وليعاد الرقم النادي العربي في مسألة الفوز بألقاب هذه البطولة. شكرا لزميل المعلق خليل البلوشي. إذن الكويت بطل للمرة السابعة في تاريخه لبطولة كأس سمو ولي العهد، والاستلام كأس سمو ولي العهد الشيخ
نواف الأحمد الجابر الصباح للمرة السابعة في تاريخ نادي الكويت الكويت بطلا لمسابقة بطولة كأس ولي العهد، والبطولة أخرى مستحقة لعميد الاستحالة نادي الكويت.